عموما بما يخص الفساد، تم توجيه السؤال مباشرة لمعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كان حقيقة كانت الإجابة باهتة، كنا نتمنى أن يكون الجواب صريح أكثر من كذا. هو نعم صحيح أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن كونه على رأس هذا الهرم يجب عليه أن يبين لكي يعلم كل متلقي على أنه فعلا في فساد، لأنه هذا الأمر حقيقي وواقع. بالنسبة يعني للمطالبات للمحافظات والولايات والسلطنة بشكل عام، هذا طبيعي. احنا اليوم هو كونه وزير النقل نحمله مسؤولية ما تؤول إليه الضحايا، من سواء كان وفيات أو حتى إصابات. الطريق غير مهيئ حقيقة، الطريق متكسر، الطريق لا خطوط لا أكتاف، يعني لا يتمتع بالمواصفات الفنية. اليوم احنا نجد بين مسافة ومسافة الرادارات منتشرة، والعذر في ذلك للحفاظ على سلامة أرواح الناس. يعني اليوم أنا يعني تكون حجتي للرادارات بهذا الأمر وعلى سوء يعني تهيئة الطرق بأمر مختلف. عموما ولاية لوا تفتقر حقيقة لكثير من الخدمات بما يخص النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كانت هناك تساؤلات ومطالبات سابقة قبل هذا اليوم، ولكن للأسف لم نتلقى أي رد إيجابي يعني متكامل. نتمنى من المعنيين بهذه الوزارة أن يقوموا بالوقوف على مثل هكذا يعني مشاريع. اليوم احنا نرى جلالة السلطان حفظه الله ورعاه يزور المحافظات، يتقابل مع المشايخ والأعيان والمعنيين، وهذه رسالة جدا قوية للمسؤولين في هذه البلد انهم يحذوا حذوة. وحقيقة يعني نحن دائما وابدا نستبشر بهذه اللقاءات وبهذه الزيارات، وكذلك نطالب المعنيين بالوزارات الخدمية أن ينتهجوا هذا النهج ويعملوا به. حقيقة أنا أرى بأن أعضاء مجلس الشورى غير مقصرين في توصيل رسالتهم بجميع الطرق والأدوات المتاحة لهم، وأنا أقصد هنا بالأدوات البرلمانية، سواء من إبداء الرغبة، طرح الأسئلة البرلمانية لاستجواب طلب المناقشة، جميع الأمور يعني حقيقة مفعلة. لا نزكي على الله من أحد، ولكن الجميع قايم بدوره وبدور جدا فعال. إن لم يكن هناك تجاوب من بعض المسؤولين فهذه مسؤوليتهم، ويعني يتحملوا هذه المسؤولية.